السلام عليكم، أنا إيمان جميل هيبة من منوفية أشنون. أنا فاشن ديزاينر، بدأت تقريبا إن أنا أشتغل شغل من حوالي سنتين، لكن بتعلم من حوالي 4 سنين. الموضوع معايا كله بصدفة، لأن أنا مكنتش بحب الصراحة التفصيل خالص وأنا صغيرة يعني. بس لما كبرت بقى في مرحلة ثانوي وجامعة مكانش فيه خالص لبس محجبات في المكان اللي أنا عايشة فيه، فكنت بضطر ان انا اسافر القاهره، وكان بيبقى الصراحه مشوار صعب قوي علينا يعني ان احنا نسافر بس علشان نجيب هدوم. بعد ما خلصت جامعه كنا بنسافر بره علشان نفصل فساتين ولبس الخروج بتاعنا، وبدات الصراحه يعني اتعلم، يعني حبيت الموضوع لما كنت بشوف في المكان اللي انا بروح، يعني بشوف ان هما بيشتغلوا كده. بدات ادور بقى انا على فيديوهات على اليوتيوب، حاجات بسيطة ان انا اعمل بلوزة، ان انا اعمل كارديجان، حاجة كده. وبعدين ما كانش عندي طبعا مكان او اي حاجة، فكنت بقص عندي في البيت وانزل افصل تحت عن كرزي او كده. طبعا التريق يعني ناس كتير قوي اتريقت عليا في الاول، لان كان شغل شكله صعب قوي، وانا فعلا كنت بتضايق يعني كتير قوي. كنت قررت ان انا اوقف خلاص تفصيل واشوف شغلانة تانية اعملها. بس الحمد لله يعني ان انا ما قستش في الوقت ده، وفضلت مكملة في نفس الحاجة اللي انا حاسة ان انا حباها وهنجح فيها. والحمد لله يعني انا يمكن 4 سنين بشتغل، ولسه دي اول سنة احس ان الموضوع فعلا نتائجه بدأت تظهر وترضيني. طبعا لسه ما حققتش كل اللي انا نفسي فيه يعني، بس ان شاء الله بشتغل على نفسي. الفكرة من ده كله ان احنا يعني احنا البنات ممكن ما يبقاش في وظايف كتير تكون مناسبة لينا او كده، بس ده مش معناه بقى ان احنا نقعد في البيت او نقعد في مكاننا، لا. يعني انت حابة حاجة، انت حابة مجال معين اشتغلي فيه، حاولي تتعلميه على قد ما تقدري. انا كنت بسافر للكورسات الصراحة، كانت الكورسات كنت باخدها في القاهرة، فيعني اوقات قوي كنت مسافر الساعة 6 الصبح في الشتاء، يعني ما كنتش بعمل كده وانا في الجامعة الصراحة، بس علشان انا حابة الموضوع فكنت مسافر. وطبعا اول ما بدأت يعني بوظت حاجات كتير قوي لاختي واصحابي، بس يعني كانوا بيستحملوا ويفضلوا بيشجعوني وكده. ف ما تيأسوش وحاولوا تدوروا على حاجة، يعني دوروا شوفوا نفسكم انتوا حابين ايه وكملوا فيه. يعني انا ضد ابدا ان الواحد يشتغل شغلانه ما بيحبهاش، لان هو كده مش هيعرف يبدع فيها. بجد لو كل واحد فينا او كل واحد اشتغلت حاجه بتتقنها وتبقى هي فعلا متميزه فيها، الموضوع هيبقى مختلف معانا قوي، مختلف نفسيتنا قوي. طبعا يعني كل الشكر ليهم عندي هنا في البيت، لان الصراحه استحملوني كتير قوي، واصحابي وقرايبي. ف انا مبسوطه الصراحه باللي انا وصلت له، وان شاء الله قريب هيبقى فيه براند باسمي. وحاجه حلوه قوي ان انت تشوفي نجاحك قدامك، يعني انا بفرح لما الناس تكلمني تقولي احنا كنا في فرح الفلاني وشوفنا فساتين وعارفين ان انت اللي عاملاها، دي حاجه الصراحه بتبسطني قوي. امنوا بنفسكم، امنوا بالموهبه اللي موجوده جواكم، حتى لو انت ما عندكيش موهبه حاولي دوري على حاجه بتحبيها ونميها، وربنا يوفقك كل خير. شكرا.